يصير أنت تأكل وتحصل أجر العبادة، تشرب وتحصل أجر العبادة، تلبس ثوبك وتحصل أجر العبادة، وتروح تشتغل وتحصل أجر العبادة. شلون؟ أن تنوي كل أعمالك في سبيل الله. طبعا الصلاة ما تقدر تصليها لغير الله، لو واحد نوى لغير الله الله ما يقبل من عنده، أصلا لازم يعيد صلاته، صلاته باطلة، صلاته معصية. إذا واحد يصلي حتى الناس تشوفه، حتى تشوف الناس قراءته مثلا، ركوعه سجوده يطولها، لأن الناس ده يشوفوا، هذه مو فقط مو عبادة، هاي معصية الله يحاسب عليها. خب العبادات لازم ننويها في سبيل الله، ماكو شارة غير العبادات، شلون هم ننويها في سبيل الله؟ شلون؟ أنا أريد باكر الصباح أروح على الشغل، عندي دكان، عندي سيارة، أشتغل سايق تاكسي، أشتغل في دكان، شلون أحول هذا العمل؟ أنا أدور فلوس، فلوس حتى أجي أحول الفلوس إلى طعام، إلى شراب، إلى ملابس، أعطي لأولادي، لزوجتي، هذا شلون يمكن أنوي في سبيل الله؟ أخو مو عبادة، حتى هذه تنويها في سبيل الله. يا رب أول ما تطلع الصبح، لأن أنت أمرتني بأن أعمل، لأن كانوا ما يحبون فد واحد ما عنده شغل عمل بطال عطال، ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، روح اشتغل. فد واحد جاء عند الإمام وترك شغله، قال أغدو إلى عزك. تدرون أصحاب الأئمة شنو كان شغلهم؟ بقال عطار تمار. ميثم التمار منه اللي الإمام علي كان يجي يقعد يمه، وإذا ميثم عنده شغل يطلع الإمام علي يصير صانع عنده، يبيع على تمر بدل عنه. هذا ميثم شغله تمار، يبيع تمر. فلان الصفار عنده دكان يشتغل بالصفر. فلان البقال، فلان العطار. إذا أنت أول الصبح لما ردت تطلع برا من بيتك قلت يا رب لأن أنت أمرتني بالعمل، أنت لا تحب الكل على الناس، أنت أمرتني بأن أترزق على رزقك لعيالي لأولادي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعد، فد واحد شاب مفتول العضلات مر من يمه، الجماعة قالوا يا ليت هذا يجاهد في سبيل الله، شو جسمه جسم رياضي يصلح لمقاتلة الفرسان. سابقا كان القتال والصراع حقيقة صراع قوى عضلية، ومو من بعيد يطلقون نار. فقال النبي إن كان يسعى لأبوين فقيرين فهو يجاهد في سبيل الله، ما دام رايح حتى يطلع رزق ويعطي لأبوه وأمه هذا جهاد. إذا كان رايح لعياله حتى يعطيهم الطعام والشراب هذا جهاد في سبيل الله. فإذا نويت العمل وأنت رايح إلى شغلك في سبيل الله.